بمعنويات جمهورية ووطنية شامخة تتعهد قبائل مأرب وعلى رأسهم أبناء قبيلة مراد بالدفاع عن الجمهورية إلى جانب شرفاء الوطن ومواجهة ميليشيا الحوثي في كل المناطق التي تسيطر عليها. فرغم استماتة العناصر الحوثية في خطوط التماس بمأرب، إلا أن رجال القبائل يؤكدون صمودهم وثباتهم في دحر جحافل الحوثي والتصدي له ببسالة ولكل محاولاته البائسة تحقيق أي تقدم على أرض المعركة. شيوخهم وشبابهم مرابطون في الفياف والقفار والوديان، هكذا يؤكد رجال مراد دورهم في التصدي للمشروع الذي جاءت به ميليشيا الحوثي تنفيذا لأجندة إيران في محاولة منها لإدخال اليمن واليمنيين في نفق مظلم يعيدهم إلى عصور الإمامة والتسلط التي انتهت منذ عقود من الزمن. وليس بجديد على رجال قبيلة مراد التي سطرت أروع الملاحم في حماية الثورة والجمهورية. يشكل أبناء مراد رأس حربة الكفاح في حماية مأرب من صرف ميليشيا الحوثي ومنعها من أي تقدم ولو لشبر واحد على خطوط المواجهة. وبالفعل لم تستطع ميليشيا الحوثي منذ أن أشعلت حربها العبثية السيطرة على مأرب، وباتت عصية بعزم وحزم رجالها الذين يدافعون عن أرضهم وكرامتهم بكل قوة وبأس شديد. أثبتت بوصلة المعارك على الأرض أن الحوثي هو الخاسر الأكبر في المعركة، وأن جميع الجبهات المشتعلة تحولت إلى مقبرة لجحافله المغرر بهم الذين يزج بهم في معركة خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل سوى عودتهم إلى ديارهم ومناطقهم أشلاء متناثرة وصور ملصقة على الأطقم والمدرعات الحوثية.